青山さんです。はい、青山です。よろしくお願いします。青山です。皆さんに話したね。ユビラメやでてね。それや朝ハローアラانا ماما انا لك انا جاي لك بحزام عليه علم مصر يا عم وحاجات يعني مظبطه اهو. اويما سان تعال كده اجري. يا حبس السلام عليكم. مين هنبقى مش هم اسكار وانت ما بتتكلم بالعرش يا جماعه سعيده جدا. مين هيبقى مش هم اسكار؟ اهلا وسهلا بيك. الله يبارك لك. ده على راسي. تشرفنا. كل الناس اللي نسيت النهارده البروفيسور يوجي، البروفيسور اوياما، طبعا ناريمان سنسي هي اللي دعتني النهارده من البدايه اصلا. هي اللي دعتني كانت صاحبه الفكره ان انا اجي هنا. وإيهاب سنسي برضه ساعدني جدا ان الموضوع ابونا ايوه ماجد. شكرا لكم انكم موجودين النهارده وان شاء الله نقضي وقت حلو مع بعض. بس كده. يلا بقى اسئله. حد عنده اسئله؟ اي نوع من الاسئله مرحب بيه، مفيش مشكله، ما تقلقوش. اي اسئله تظبط. はい、どうぞ。レイバダタスモ。レイバダテスモ。わ、アナバダテスモ。わ、ナアンディ15サナ。フィルビダヤ、ショフトアラユーチューブ。マッチでタカノハナオヤカタ。タカノハナオヤカタ。ファ、ロワアクルマッチ、サイドのトリコミ。فده اخر ماتش شفته كانوا عامل كتا ده اللي هو عشان كده بديت سوني. كان سنك قد ايه ساعتها؟ كنت 15 سنه جوجو ساي. بس انا مش مهاجم. عفوا. اي جيلس. سمو لما انا بديت سومو في البدايه ما كانش مش مشهور جدا في مصر، بس مع الوقت بدا السومو ينتشر اكتر، بدا ناس تعرف اكتر عن السومو. دون 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 دون. اي سيجا شكرا على المدير. تمام. مصنوع في مصر. القماش نفسه مصنوع في مصر. رجل أوبي مو ولا أوبي كوني هونس. انا دخلت ازاي؟ خلصت كده ازاي؟ طيب هو في الصوم يومنا بيبدا ان احنا الصبح بنتمرن من الساعه 6 لغايه الساعه 11. التمرين 4 ساعات. بنخلص تمرين بعد كده بناكل تشانكو نابل. فبناكل تاكسان تابل. بناكل كتير جدا يعني. اوكي دومبري جوهان مونتي جوكا 5
خمس طنيات رز مع تشانكو نبل وبعد كده على طول بنام. فبعد طبعا بعد مجهود كبير في التمرين واكل كفايه فده اللي بيدي قابليه للجسم انه يكبر اكتر، انه مش يتخن، لا اللي هو عضلاتك الجسم نفسه كله يبقى ياخد الشيب بتاع انك الجسم كله يكبر في كل على توازن يعني. ما برجعش خالص؟ لا ما برجعش. يعني ساعات لما اكون واكل كتير بحس ان انا عايز ارجع بس ما فيش ترجيع. ما تقلقش. هو ما بيرجعش، هو بياخد ما بيرجعش. سيوا تظن لا هو في اللغة الياباني ما درستش للأسف، ما درستش ياباني. هو أنا ما كنتش أعرف حاجة عن اليابان ولا كنت أعرف حاجة عن اللغة اليابانية إلا لما جيت اليابان، فكان كله عن طريق إن أنا الممارسة، عن طريق إن أنا بتكلم مع زملائي في النادي. ده كان هو الطريقة الوحيدة اللي هي إن أنا أتعلم ياباني، لكن ما دخلتش أي مدرسة لتعلم ياباني. طبعا انا كل الكيشي لازم يبقى فيه احترام متبادل بين اللعيبه وبعض، بمعنى يعني زي ما قلت لك ان عالم السومو كلنا واحد، فجوه الدوهيو طبعا ما ينفعش يبقى فيه مشاعر جوه الدوهيو، فطبعا بره الدوهيو يبقى فيه احترام وفي احترام متبادل بيننا كلنا مع بعض، انما جوه الدوهيو لا لازم يبقى فيه طبعا ما تعرفيش مين ده، لازم تحاربي بكل الوسائل المتاحه ليك. طب اشرحها لها ازاي دي؟ طيب حاول تاني بكلمات بسيطة. اوكي. معلش انا العربي بتاعي اصلا انا دلوقتي محتاج ان انا اتعلم عربي معاكم. جوه دوهيو كاريماسكار. دوهيو سومو رينجا. دوهيو ستة يا كاريماسكار. بيبقى مفيش مشاعر بينك وبين الخصم بتاعك. مشاعر feelings، مفيش ما بحبش ما بكرهش. تمام. انا عرفت لان انا ما عنديش عربي اصلا. انما طبعا بره الدوهيو عامه في الاوقات العاديه بيبقى في احترام متبادل بيننا كلنا. الحمد لله. هاي سيجوا سؤال اي بتوزر بتحب اكتر هاكوجو ولا هرماكوجي؟ لا كل موسكا شيس. هو بالنسبة لي كل حد فيه مواد كويسة بحبها، مواد يعني مثلا تكنيكس بحبها، حاجات ما بحبهاش كده. رد كويس. هاي سؤال مني انا. اتفضل. هو كان سؤال بسيط اتمنى يكون مني اخر سؤال، ولكن ايه بالنسبه لك السومو؟ السومو بالنسبه لي هو في البدايه خالص كان عباره عن رياضه، بس الوقت شويه عدى بقى هدف، شوية الوقت عدى بقى حلم بالنسبة لي، فكل ما الوقت بيعدي كل ما هدفي بيتطور لمرحلة معينة، كل ما الوقت بيعدي كل ما أنا بحاول إن أنا أطور نفسي مع الهدف اللي أنا بحلم بيه أو اللي أنا بسعى عشانه، بمعنى إن أنا في البداية كان رياضة خالص،
في البدايه بالنسبه لي ان انا عايز العب سومو بس. بعد كده بقى هدف، انا هدفي ان انا اروح اليابان، هدفي كلاعب سومو مصري ان انا اروح اليابان ابقى لعيب، اول لاعب مصري في اليابان. بعد ما وصلت هنا، بعد ما وصلت اليابان، لا مش كده بس، انا حلمي ان انا اوصل لليوكوزونا. فدلوقتي بقى عندي الحلم ده تطور ان انا مبقاش بس يوكوزونا، لا ليه ما بقاش اكتر يوكوزونا اخد ريكورد، اعمل ريكورد مثلا في السومو. فده بالنسبه لي، وبالنسبه المفروض يبقى بالنسبه لكم برضو، يعني ما تخليش حلمك يوصل لمرحله معينه، ما تحطش نفسك جوه اطار معين او جوه صندوق معين، خرج نفسك من اي حاجه، يعني ما تقيدش نفسك بحدود او تحط نفسك تحت قيود معينه. حاول انك تخلق لنفسك القواعد اللي هتريحك انت، مهما كنت انت تحت قواعد صعبه او تحت ظروف صعبه، انت اخلق لنفسك جوه القواعد دي المكان اللي انت ترتاح فيه، اخلق لنفسك العالم، الاوضه اللي انت هترتاح فيها، حط فيها كل اللي انت عايزه. قدامك لوحتك ارسم فيها بالوانك انت، قدامك لوحتك ارسم فيها زي ما انت عايز. دوزو ممتع في سفر السومو. ايه ممتع السومو؟ ممتع ايه ممتع في السومو؟ هو انا قلت قبل شويه ان لو كانت الظروف صعبه او كانت العالم اللي انت فيه صعب، حاول اخلق لنفسك عالم ان انت تتعايش مع الجو ده. بمعنى ان السوم بالنسبه لي في البدايه كان كويس، كان ممتع، بس بعد ما المسؤوليه زادت، بعد ما انا طلعت في الرانك، بعد ما بقيت سكيتوري، بعد ما بقيت جوريو، بقيت ماكويتشي، بقى المسؤوليه صعبه، بقيت خايف ان انا اخسر، بقيت فحاولت ان انا استمتع باللي بعمله، ما بفكرش اذا كنت هكسب ولا هخسر، لا انا كل تفكيري ان انا هستمتع باللي انا بعمله، هستمتع باللعب في السومو، هستمتع بالمباراه، هستمتع بالكلام مع زمايلي، هستمتع حتى لما يكون في مشكله حصلت لي، استمتع ان انا موجود في ده. احاول ان انا اخلق الظروف اللي تساعدني ان انا استمتع بحياتي. اوكي مسكت الحمد لله احسن من مفيش. عفوا، ايه الحاجه مختلفه بين اليابان ومصر؟ وانا عايز اعرف ايه مش بتحبها. ايه اللي مش بحبه؟ في هنا في اليابان، عشان تقول اريجاتو جوزايماس، عشان تقول شكرا، لازم عندنا في مصر ما ده مش موجود. في مصر مفيش ثقافة ان انت تحمي راسك اللي قدامك. فده في البداية برضو ما كنتش بحمي راسي، يعني كنت اقول له كده ايوه ده زي بص استكرا الان دي شو ليه اصلا مسكت. فكان ده يعني دي من الحاجات اللي مختلفه بين مصر واليابان، الحاجات اللي انا مش ما بحبهاش، يعني اللي كنت مستغرب ليها جدا، مستغرب وكريم استغرب، امال انت مره جت راسك ليه؟ مستغرب يعني متعجب بكري. في البدايه اول ما جيت اليابان
الصبح بدري، الصبح الساعة 6 الصبح كنت أروح التمرين السوموفير، فكنت ألاقي الناس كلها رايحة الشغل، كل واحد ماشي بسرعة زي الروبوت، كله ماشي يعني الطلاب رايحين المدارس، اللي رايح الجامعة، اللي رايح الشغل، كله ماشي في طريقه وبيجروا. فده في مصر، ده مش عندنا في مصر. يعني احنا عندنا في مصر لو شغلك الساعة 7 ممكن تروح الساعة 9 مفيش مشكلة، لكن هنا في اليابان الساعة 7 لا، لازم تكون هناك قبل الساعة 7. لكن طبعا عندنا في مصر ممكن ما تروحش، يعني ممكن ما تروحش مفيش مشكلة. فده كان يعني شفته في الكويس. دوزو يا انا بس صوخ في الوقت الحالي السومو هو حبيبتي. ولكن في نفس اللحظة ليس هناك مشكلة من وجود حبيبتي. وكلمة سكا وخلنا سكا وماشي سكا. طب أشرح لها إزاي؟ عامية ولا فصحى؟ هي فصحى. فصحى ممكن فصحى في الوقت الحالي، حاليا الآن لا يوجد حبيب. لا يوجد حبيب. اوكي لا يوجد. لا يوجد. لا يوجد. ولكن هو يحب السومو جدا. اوكي سومو رقم واحد. فيما بعد يمكن ان هناك حبيب. فيما بعد حبيبة وسومو مع بعض. هل فهمتي؟ فهم حسن. دوزو عايز تاكل طبق مصري احيانا، اكل مصري احيانا، مش احيانا دائما. ايه اكتر؟ محشي. محشي 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 سكي. انهي نوع من المحشي؟ ورق عنب. هل سيجي دس اشروا دوزو انت اسخني لنايم انت سو دوزو عندي اتحب عالي اكل ياباني اتحب أكتر أكل ياباني بحبه أكتر في ياكنيكو. ياكنيكو سكيس تو تونزونو تشانكو نابي توتيمو إيشي سكيس داي كراي ناتو ما بحبش الناتو نيو يو يباي سيجي دس دوزو سو انا دوزو ماذا عاوزنا شيء بالعربي ولا بالانجليزي؟ بالعربي. يعني ليه
ليه أوسو نارشي؟ إيش؟ عادي هو ここは日本の名前わかりますか？あ、OK、大丈夫、大丈夫。ここは俺の本当の名前。だ、イスミ、ビルカメル。ファ、ホワ、トゥイル、シュワイヤ。ファ、ハナ、アンダナフ、マスル。イスミ、イスミ、アブウヤ、ワルディ。イスミ、ゲッディ。イスミ、アブゲッディ。だ、イスミ、ライラ。ラカブ、ライラ。アブドラハマン、アラエッディン、マハマッド。أحمد شعلان فشعر نفس الكنجي بتاع سنة عرشي شعر نفس الكنجي بتاع سنة عرشي فالنادي بتاعي سمو بيا جبونه سمو بيا أو تاكي بيا فأو اتحط بيت أو سنة عرشي التفكير كويسة وفيه اللي طريقة التفكير فيه طبعا بس الجمال مش مقياس الجمال مش مقياس في 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 الم يعني في المرأة قد ما يعني من طريقة التفكير طريقة التعامل نفسها بكرم اسكار ده توقع في الحفظ خلاص هو سؤال له علاقه بالسؤال تمام مثلا هل ده يعني ان هل هناك امكانيه للزواج من يابانيه في المستقبل؟ هناك لاعبين سموم تزوجوا بها فعلا بامكانيه تمام طبعا كويس تمام هل في امكانيه ولو ضئيله جدا او مشروع طبعا انا بالنسبه لي ما فيش مانع من ان انا اتجوز يابانيه فزي زي ما انا قلت في البدايه ال ال الجنسيه مش يعني الجنسيه سواء يابانيه سواء هنديه سواء صوماليه ما فيش مش مقياس او مش مشكله ان انا اتعامل مع اللي قدامي فالفكره الارتباط ده يعني عبارة عن تبادل عن اللي هو تبادل بين الطرفين وتفاهم فلو ده موجود مفيش مشكلة أيا كان نوع الجنسية اللي موجودة طيب
ما هي عرشة الخصة انا مش بنت لا دايجو يا اسف يا دايجو انا بتنام بنام الساعة كام الساعة 11 جو تيجي هتروح فين بكرة هتروحي اوكي دايجو هتروح فين بكرة بكرة انا هروح تشيبا معزوم على العشاء اكل مصري ماما مصريه عزماني على اكل مصري ولا الحوضه الواحده كانت هنا بتعمل مكرونه بالبشاميل وما عرفتيش والله يعني قعدت يعني ناس ازاي بتدرس اللغه اليابانيه اللغه اليابانيه يعني للاسف مفيش فرصه ان انا ادرس ياباني لغاية دلوقتي السومو واخد كل وقتي وقتي كله سومو تمرين انترفيوز في ايفنت معين بيبقى كله سومو بس اللغة الياباني عن طريق الكلام بس مع الانيديشي انيديشي تو اهنا الشباكي ناريمان سنسي تعال يا برحة يا بقى ننزل بلنا هاي يا سينو بنفسنا وكما ترى مكتوب عليه لن نستسلم ابدا حاجه وحشه حاجه نص نص يعني بس كده خلاص يلا يلا رجالة اللي في الناس بتعمل حاجات غريبة السلام عليكم يا رب يا كوسو سوكونيتشوا シルバンテス文化センターとは本学が今年協定を結びまして交流協定です。早くも回せおって言われているとなんか多言語のめちゃめちゃな世界になってますね。そう、自分の名前だけです。大須の嵐だけです。親方の名前は日本人でも日本語教育センターの教材をすごい写真だねこれ。中国でも撮ります。ちょっとこう。